السلام عليكم يا جماعة، كيف حالكم؟ طيبين؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم معانا فيديو مرة خرافي. طبعاً المقطع كالآتي، نسوي تحدي. تحدي فيه تحط الكور على السلة، يعني لنا تقريباً 3 جولات أعتقد أو تزود الجول، فكل كورة لها جولة. مثل تشوفون عم تأكل عم قاعد. المهم يا جماعة، طبعاً أيوة عندنا 3 جولات، كل ساعة عندها. أقول لكم إن كل واحد له فريق، بس ساعة فريق لحالها ولا أحد معه. أنا فريقي حمدان. حمدان معانا فريق حمدان. حمدان مرة عنده كرة كثيرة. هاي قرارات حمدان عشان أفوز. طبعاً جيبنا سلة نحط الكرة. طبعاً فريقي هو أقوى. أنت أكيد نحن نفوز. طبعاً يا جماعة كل جولة لها كرة. الحين نبدأ بإذن الله. يا أنت بعد السلة كلها بعد. طبعاً الحين يبدأ فريق أسود. أنا وحمدان. أول شيء أنا بعد حمدان. طيب. لا لا لا، الفريق أسود يعني أنتوا فريق يلعب منكم واحد، يعني يسند يسند يسير. دخلت دخلت دخلت. جماعة طاحت طاحت، يعني السلة طاحت بنفسها. كيف يعني؟ بس أنت ما قلت شيء. دخل دخل دخل. الحين سعد دوري. أنا يلا دورك. لا لازم يكون خمسة. خمسة لك خمسة لها. ايوه يلا دور دورك. لا لا من اول ولا لا لا مرة ثانية. نجاة يلا نجاة دحين. يلا سعد تعال هنا. فاز فاز فاز. لا انت ليش قربتي؟ ليش قربتي؟ من اول انت فقط. لا 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 ورا. تعالي ورا تعالي ورا. هنا كنت هنا عادي. لا لا هنا. يلا انت واحد وهذا ولا شيء صفر. يلا تعالوا. يلا لانك انت قربتي هناك. شوفوا يا جماعه لما بدأني انت قلت هنا. ما قلت ما قلت. انا قلت هنا هذا. نجاة نجاة تعالي هنا تعالي هنا. ارجعي ورا ارجعي ورا. ايوه شوي قدام. يلا حمدان. لا 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 ما خلاص مو مشكله مره ثانيه. يلا سعد دورك. دحين دور سعد. دحين نجاة واحد وسعد كمان واحد. ها يا سعد كم حب حقك؟ واحد صح. طبعا يا جماعه نجاة هي خلصت الحين دوري. شوفوا الحين ايوه هنا ابعد دايج راسك. يلا لا الحين دور نجاة. نجاة يلا تعالي لا تزعلين كذا. لا حمدان لا مو مشكله مو مشكله مو مشكله. يلا لا انا لي اخر لي اخر. يلا ايوه طب يلا قلت لها بعد يعني طيب. دور نجاة. يلا يا جماعة انا في المرحلة وانتي فازت فيها يعني 3-2. يعني انا الحين 2. نجاة في مكانك. يلا بسم الله. ايوه بسم الله. لا ركزي ركزي. يلا خلاص جيب جولة ثانية على شوي اسهل لان مبشر نفس الوقت صغيرة. هذه اسهل هذه اسهل. نشوف يلا نشوف. يلا نبدا بسعد. انا اقول نجاة تعالي يلا دوريكي. لا من اول جوله من اول جوله من اول نجاة بس ركزي انت تقدري. الحين دور سعد. يلا ابعد. الله علوم الرجاجه. نجاة يلا يا نجاة. ايوه هنا مكانك. دوري من اول. لا جوكي. يلا دوري ما دوري دوري ما دوري من الله. يا جماعه من هنا كذا فوق كذا ما شاء الله. يلا بسم الله. لا نجاة ركزي والله تقدري. بالله على رميه. بالله على رميه. جرب. مو مشكله مو مشكله. الا مرحله ثانيه. مرحله ثانيه فازت 2 او من المرحله الاولى جابت 2 يعني.
دحين جبنا رحنا جولة. في مرحلة ثالث صح؟ ايوه يلا ثالث مرحلة ثالث جولة. كان سهل هذا راح تقدر هذا او لا دحين دورتي اثنين. سعد اجلس هنا اجلس هنا سعد اجلس. 2 4 روحي يا قربة. لا نجات سهل ركزي. ايوه صغير طويل. ثاني مرة سعد راح يجرب في ثالث. لا يلا دوري يلا بسم الله. اوه هذا شيء اصعب. خلاص نغير الكورة يا جماعة. احنا في ثالث جولة لعبنا ثلاث مراحل. انا مقدر لعبنا ثلاث مراحل الحين. يعني انا دوري بلعب ثالث مرحلة. لو زمان جبت يعني خلاص بنغير الكورة لانه الكورة اصعب. الحين دور نجاة آخر مرة. يلا يا نجاة. ما كده أجيبه. لا يلا استنى قادم. أيوة أنا الأولى. دحين خلصنا كل مرحلة. أنا الأولى. دحين راح نعد النقاط. اللي كم نقاط جبت ساعة؟ 5. أنت 5 وأنت 2. حمدان يحطوا كذا. دوري. جماعة يلا دوري. مثل ما شايفين وصلنا لهذا المقطع. إذا سهلت 5 راحت. 2 أكيد يعني يكون ضد خمسة. هديله حمدان. يلا كورة يا حمدان. حمدان ها كورة. أيوة مثل ما شايفين من أولى لآخر. أنا جبت الحمد لله 5 ضد نجاة 2 الحمد لله. باي.